بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا مغالق العلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمة منك يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم هو حديث بين اليوم والأمس، بين الحاضر والماضي، لنربطه بالمستقبل. حديثنا عن جهبذ من جهابذة الإسلام، عن علم من علمائها، عن طود شامخ من أطواد العلم والدين والمعرفة والفقه والأصول والتغيير والتجديد. حديثنا اليوم عن رجل له ارتباط وثيق بأرض المحشر، بأرض بيت المقدس، بالمسرى. حديثنا اليوم عن رجل ألف أعظم كتاب حقيقة في حياته وهو يدور في هذه الديار بين دمشق وبيت المقدس ومكة المكرمة، وهو كتاب الإحياء. حديثنا عن حجة الإسلام الإمام الغزالي، واسمه محمد ابن محمد ابن محمد الطوسي. سبحان الله، من لطائف المعارف أنه اسمه سبحان الله لم يكن فيه محمد واحد وإنما ثلاثة: محمد ابن محمد ابن محمد، محمد الابن والأب والجد، حتى يبين بطريقة راسخة الله عز وجل أن هذا الشخص يتجذر من بيت النبوة معرفة وعلما، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالعلماء فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا هذا العلم. الإمام الغزالي حقيقة من الأئمة العظماء في الإسلام، والإمام الغزالي لقب بالشافعي الثاني. الإمام الشافعي الإمام العظيم، قيل الشافعي الثاني بعده هو الإمام الغزالي، وكان من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، من المجتهدين في المذهب. الإمام الغزالي ولد عام 450 للهجرة، عام 450 للهجرة، يعني قبل تحرير بيت المقدس بحوالي 283 سنة، 233 سنة تقريبا، حوالي 233 سنة تقريبا. ولم يعمر طويلا، كل حياة الإمام الغزالي 55 سنة. توفى عام 450 للهجرة. الإمام الغزالي لم يعمر طويلا، فقد توفي عام 505 للهجرة، يعني كل حياته 55 سنة. مع ذلك عدد مؤلفاته شيء هائل جدا، حتى قال بعضهم إنها وصلت لقريب 200 مؤلف للإمام الغزالي. 55 سنة، لو فرضنا بلوغه كان 15 سنة، احنا بنتكلم عن 40 سنة بحوالي 200 مؤلف، بمعدل كل سنة 5 مؤلفات، يعني كل شهرين عنده كتاب جديد. الإمام الغزالي حقيقة مع صغر سنه وقصر عمره، لكن حفر بأظفار علمه في جدار التاريخ حفرا لا ينسى. فقد تكلم عنه العرب والعجم، واهتمام الغرب للأسف في أكثر من اهتمامنا إحنا المسلمين فيه. الإمام الغزالي دراسات كثيرة جدا للمستشرقين حول حياة الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى سووا الأجانب عنه برنامج كامل حول حياته. قبل سنوات عملوا عن حياته مسلسل، هذا المسلسل بلغت عدد حلقاته 30 حلقة ب25 دقيقة، بتحدثوا عن الإمام الغزالي. لكن سبحان الله، إحنا المسلمين نوعا ما أشعر أنه اهتمامنا حقيقة، وخاصة في رسائل الماجستير والدكتوراه، في الإمام الغزالي اهتمام ضعيف. الإمام الغزالي سبحان الله عندما نشأ يتيما، ونشأ فقيرا. أبوه كان يشتغل في طوس، مدينة اسمها طوس في بلاد نيسابور، كان يشتغل في الغزل، غزال، وكان محترف، وحياته بسيطة جدا ورزقه بسيط. وكان أبوه يحب أهل العلم والعلماء، ودائما سبحان الله يذهب إلى مجالس العلم ليتعلم. لكن شغلته وطول، سبحان الله، أحيانا بعض الناس موظفين بيطلع من 7 الصبح 8 الصبح للـ5 المساء أو 7 المساء، بكون نفسه يتعلم، عنده رغبة بس ما عنده
وقت، فما كان عنده وقت، فكان يحب العلماء بشكل كبير جدا. حبه للعلماء سبحان الله ورجاؤه ورغبته وطلبه من الله إنه ربنا عز وجل يخرج من صلبه علماء، ربنا جعل ابنيه اثنين، محمد وأحمد، من العلماء. وهي حقيقة رسالة للآباء، إذا لم تكن متعلما فكن إيه؟ محبا. كن أحد ثلاثة ولا تكن الرابع، عالما أو متعلما أو محبا. على الأقل حبك للعلم، دفع أبنائك للعلم، إن شاء الله سيكون لك إيه؟ صدقة جارية من بعدك. الإمام سبحان الله الغزالي والده كان عاشق للعلم وحب للعلم، لذلك كان يرجو من الله ويسأل الله أن يعوضه بأبنائه حتى يصبحوا من العلماء الكبار، وهذا ما جرى فعلا. الإمام الغزالي سبحان الله والده توفي وهو في الصغر، في صباه، وهو صغير جدا. الآن والده قبل أن يتوفى، عندما جاءه الأجل، وهي حقيقة وظيفة كل والد، إنه يفكر في أبنائه في المستقبل، الذرية الضعاف. ما العمل؟ العمل أعطى جزء من ماله البقي معه، أعطاه لصاحب لإله صوفي متصوف، قال له هالمال أنفق على أبنائي الصغار، على محمد وأحمد، بدك تنشئهم على طلب العلم، تجعلهم من طلبة العلم. ففعلا هذا الرجل حقيقة قام بالمهمة على أتم وعلى أكمل وجه، وقام بتعليم الإمام الغزالي محمد وأخو أحمد العلم. لكن سبحان الله المصاري اللي تركهم مصاري مش كثيرة، نقود، فلوس قليلة، ظلوا يصرف عليهم، تمنى هالمصاري خلصت، بس انتهت المصاري والنقود، أتى بهذين الصبيين حجة الإسلام الغزالي أخو أحمد، قال لهم والله أنا ما ضل عندي أي مصاري، فأفضل طريقة حتى تصرفوا على نفسكم وتأكلوا وتشربوا، كان أيام زمان الدولة تهتم بالعلم، وكانت المدارس ينشئها الحكام، زي المدرسة النظامية في بغداد، تنشأ المدارس بالمجان، مش بس تنشأ بالمجان، كانت الناس تضع أوقاف للمدارس، أراضي، عمارات، دور، ويأتيها غلات، فكان طلبة العلم بيأكلوا وبيشربوا في المساجد وفي دور تعليم القرآن الكريم وفي دور العلم وفي الجامعات على حساب الأوقاف، وعلى حساب وين؟ حساب الدولة. فقال لهم أفضل حل عشان تأكلوا وتشربوا، روحوا اعملوا حالكم طلبة علم تتعلموا، ومنها إيه؟ ومنها بتأكلوا، فمنها علم ومنها شبع بطن. فإيش بيقول إمام الغزالي؟ بيقول فتعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هاي القصة برويها أكثر واحد على الإمام الغزالي، منها هو يحدث أحد تلاميذه، ويرويها عنه الوزير نظام الملك عنه، إنه هو راح وهو صغير يتعلم، ليش؟ مش قصده العلم، لمنه الإمام الغزالي نعدل له إياها. الإمام الغزالي لمنه راح يتعلم ما كان قصده العلم أصلا، لكن هذا اللي هو المربي الصوفي بطل معه مصاري، فقال له أفضل حل تروح على هالمدرسة تتعلم عشان إيه؟ تأكل، يعني اعمل حالك تتعلم وتأكل وتشرب. فسبحان الله ذهب ليتعلم بقصد إيه؟ أن يسد جوعه، أنه يأكل ويشرب. قال فتعلمنا العلم لغير الله، ليش رحنا نتعلم العلم؟ عشان نأكل ونشرب. فأبى العلم إلا أن يكون لله. لذلك ربنا عز وجل رفع بهذا العلم الإمام الغزالي، فجعل مرتبته عظيمة جدا. لذلك هذا العلم يرفع إيه؟ يرفع مهاد لا عماد لها. هذا العلم يرفع أناس يكونوا في الحضيض، يرفعهم إلى أعلى عليين حقيقة. والجهل يضع الناس أصحاب الملايين والمليارات، يضعهم من الأعالي إلى السفل. لذلك هذا العلم حقيقة به يشرف الإنسان، وبه يعلو الإنسان. الإمام الغزالي سبحان الله تكلم فيه الكثيرون، ما بين مادح وما بين قادح، ما بين رافع له في أعلى درجات الولاية بل القطبية، وما بين مضلل له بل وصل الأمر بالبعض إلى التكفير حقيقة. وخذها قاعدة مهمة جدا، أي إنسان بيختلفوا في اختلاف كبير جدا ما بين السماء والقاع، ما بين السماء والأرض، بدك تعرف أنه هذا إنسان مبدع. دائما المبدعين، دائما المجددين، صعب جدا الناس ترد عليهم كلهم. سيدنا محمد أفضل خلق الله، عندما جاء رمته العرب كلها عن قوس واحدة، 19 سنة في مكة ما آمن معه إلا
قليل، قريب 300 رجل. وكذلك الإمام الغزالي، الإمام الغزالي حقيقة هو إن شاء الله على خطى المصطفى عليه الصلاة والسلام، رجل أراد أن يجدد. قد نوافق وقد نخالف، مش مشكلة، أنا لم آتي في هذا المقام لأدافع عن الإمام الغزالي حقيقة، أنا جئت حقيقة أن أظهر شيء من بحر فضله، قطرة من محيط علمه وفضله ورفعته ومنزلته. الإمام الغزالي سبحان الله كان له محبون وكارهون. إذا عرفت أنه الرجل فعلا له محبون وكارهون والكل يتكلم عنه ويتجاذب، كلما ازداد الكلام عنه من العلماء طبعا، اعلم أن هذا الرجل من إيه؟ من الكبار، هذا الرجل من المبدعين، هذا الرجل من أصحاب التغيير. وحقيقة العلماء للأسف كما قالوا عندنا قاعدة مهمة جدا عند دراستنا لحياة الإمام الغزالي، قاعدة بتقول لك أنه ما تأخذ العلم من الأقران، لا تأخذ العلم عن فلان، عن شخص، تحكم على شخص من الأقران. يعني مثلا الشيخ الجعبري مثلا قرين، بنفعش أجي أنا أذمه أو هو يذمني، بنفعش. ليه؟ الآن الذم من الأقران، سبحان الله الإمام الغزالي نفسه بقول مقولة، بقول الله عز وجل طهر قلوب العلماء من كل شيء إلا من إيه؟ من داء الحسد. فبتشعر أنه الحسد أحيانا بصير هذا كبير وهذا كبير، شو يعمل؟ ينزل من قيمة الآخر. تشوف كبارات العائلات، هذا كبير بعيلته وهذا كبير بعيلته، هذا بيحكي عن هذا وهذا بيحكي، وهم اثنين كبار ما شاء الله عنهم يعني من أهل الفضل، لكن سبحان الله يبدو هذا أمر مغروس في العلماء للأسف، أنه تجد التحاسد للأسف موجود عند كثير منهم إلا من رحم ربي. لذلك حتى قال قائلهم أنه يعني وصف لا أحب أن أذكره، أنه يعني يتغايرون على بعضهم ويتناطحون كما تتناطح التيوس عن بعض أهل العلم لشدة الغيرة ولشدة التحاسد فيما بينهم. لذلك قاعدة عامة، لا تأخذ عن الغزالي من أقرانه، ولا تأخذ عن الغزالي فقط من محبيه. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط حتى ننزل من التنظير إلى التطبيق والتمثيل الواقعي. يعني مثلا من اللي كانوا مش ولا بد مع الإمام الغزالي؟ الإمام الذهبي، الإمام الجليل العظيم الذي نحبه ونجله. لكن الإمام الذهبي كان حقيقة فكره العقيدي مختلف كليا عن فكر الإمام الغزالي. لذلك لو فتحت كتاب السير، سير أعلام النبلاء، وقرأت في سيرة الإمام الغزالي تجده شوي بمدح فيه على عجل، ثم يفرد لك في نقده. يعني أعطى رأس الجبل خير وبقية الجبل وين؟ يعني هو لا ينقده، هو ينقل. يعني بأنك ناقل حقيقة، الناقل شو بيعمل؟ بيوازن ما بين مادحيه وما بين ناقدي، بيذكر كل هذول وكل هذول، أو بيختصر مع هذول وبيختصر مع هؤلاء حقيقة. لكن تجد أنه ذكر مدح قليلا ثم استفاض في ذكر من ذمه. ليه؟ لأنه بخالفه. فحقيقة ليس مصدر جيد أن أخذ فقط من كارهي الإمام الغزالي. في المقابل أيضا بعض الناس كان يحب الغزالي حب هائل فلا يرى عيوبه، زي الإمام ابن عساكر. ابن عساكر مثلا في ترجمته للإمام الغزالي لم يترك خيرا ولا فضلا صح أو لم يصح إلا ونسب الغزالي. كمان احنا مش مع هذا المنهج، احنا مع ايه؟ مع المنهج الوسط. نحن لا ننظر لا بعين الرضا ولا بعين السخط، لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدو المساوية. فالأصل أن ننظر بعين العدل، لا بعين الرضا ولا بعين السخط. لذلك يجدر حقيقة بنا إذا أردنا أن نقرأ للغزالي أن نقرأ له من منصف، لا أن نقرأ له من مبغض أو من مخالف له في منهجه الفكري أو منهجه العقيدي. الإمام الغزالي كل حياته حقيقة مليئة بالمواقف الرائعة المعبرة المؤثرة. يعني من الأمور الغريبة في حياة الإمام الغزالي إنه كان فريد عصره في الحفظ، حفظته كانت عجيبة. هل تعلم إنه الإمام الغزالي في صباه كان زي طلابنا اليوم بحبش الحفظ، بروح على هالجامعة وعلى هالمدرسة بأخذ على الأستاذ، بيخلص الدرس بسكر وبينام، متى بصحى يدرس؟ ليت الامتحان. الإمام الغزالي كان هيك، حتى صار معاه درس في حياته عجيب، غير طريقة حياته، ممكن غير طريقة حياتنا. الإمام الغزالي راح في صباء ذهب إلى رجل اسمه أحمد ابن محمد الرذكاني، أحد علماء ذلك العصر، ثم سافر بعد ذلك إلى جرجان، فأخذ عن إمام كبير اسمه أبو نصر الإسماعيلي، وكتب عنه كثير من العلم، تعليقة يعني كمية من الورق
يعني كبيرة جدا، عبى عنه كمية كبيرة من العلم أخذها. طبعا زي الطلاب مليون أخذ العلم وخلى العلم وين؟ في التعليقة في الشنطة، ولم يحفظه، وغادر من جرجان وروح لمدينته طوس، وهو راجع لأخوه، راجع لعيلته، للمربي تبعه، بإيه؟ ما شاء الله بعلم. علم وين حامله؟ حامله على ظهره. وهي المشكلة، زي طلابنا اليوم وين حاملين العلم؟ في الشنطة. هو في الطريق طلع عليهم قطاع طرق فسرقوا كل ما عندهم، كانوا يسموهم زمان العيارين، عيار حرامي لص قطاع طريق، فأخذوا كل أموالهم، من ضمنها أخذوا تعليقة الغزالي، كتب الغزالي، فأخذوها وراحوا. الغزالي يعني يروحوا المصاري، مهم فلس شو ما راح، مش مشكلة عنده. وين أكبر مشكلة عنده؟ المشكلة عنده الكتب، الكتب تعب عليها وسافر وأيام وشهور وتروح. فراح لمقدمهم، راح لرئيس اللصوص لقطاع الطرق، قال له اسمع بدي أنا بس شغلة واحدة منك. قال له ابعد بلاش تهلك، روح روح ابعد. كان لساته صغير، صبي صغير. قال له بس طلب واحد، اسمعني شو بدك؟ ايش بدك؟ شو اسمك؟ اسم محمد. شو بدك يا محمد؟ قال له يا عمي انا بدي منك بس شغله واحده، تعليقتي فيها كتب العلم تبعتي، هذه تعبت كثير حتى درستها وفهمتها واتقنتها. فضحك اللص بصوت عال، قال له بتحكي عن حالك انك قراتها ودرستها وفهمتها وحفظتها وجاي وراي تترجاني ارجع لك اياها؟ اذا انت حفظها وفهمنا ايش بدك فيي اني ارجع لك اياها؟ فهل علمك موجود في التعليقة؟ إذا ضاعت التعليقة ضاع علمك؟ إذا ضاعت التعليقة ضاع علمك؟ فأمر واحد من هالقطاع الطرق زدت له هالكتب لأنه مش حيستفيدوا منها من أي شيء. فالإمام الغزالي بقول فتعلمت وقلت هذا مستنطق أنطقه الله، يبدو أنه هذا ربنا بعث لي يعلمني ويعلمنا ليرشدني به في أمري، بده يعلمني. فلما رجعت إلى طوس مكث 3 سنوات على كل كتب العلم حتى حفظتها كلها عن ظهر قلب، حتى لو طلع علي قاطع طريق مرة تانية وأخذها بحكي له حلال زلال عليك، لأن العلم وين موجود؟ موجود عندي في الصدور والعقول. لذلك الإمام الغزالي بيعلمنا أن العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها في البرية طالقة. لكن بنفس الوقت ما بكفي حقيقة أن يكون العلم فقط في السطور. اليوم الناس بتحتاج لأسئلة كثيرة جدا، مش فاضيين كل شوي والله بس بدي أرجع أراجع لك. الناس اليوم إحنا في عصر البرجر، إحنا في عصر الناس بدهم مباشرة جواب، مش في عصر لسه بدي أراجع لك الكتب. فلا بد أن يكون علمك وين؟ علمك أن يكون في الصدور مع السطور بإذن الله عز وجل. الإمام الغزالي كان رجلا حاذقا صاحب بعد نظر، نظر حقيقة في من يبلغ الجاه والسلطان والمكانة، فوجد من يبلغ الجاه والمكانة اللي بيروح لحواضر العلم أي مدن العلم في ذلك الوقت، وكانت حاضرة العلم في ذلك الوقت اللي هي نيسابور، وكان فيها أئمة عظام كبار زي الإمام الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وحقيقة كان فيها أيضا مدرسة ضخمة جدا للعلم بناها الوزير نظام الملك، اسمها سميت بالمدرسة النظامية نسبة إلى نظام الملك. فذهب إلى ذلك المكان وأخذ يتعلم عن كبار العلماء. طبعا في نقطة مهمة حقيقة، أنه كلما تعلمت عن عالم أكبر منزل ومكان علم، كلما أخذت علم علم أكثر، وكلما ذهبت إلى حواضر العلم أكثر ووجدت علماء أكثر، كلما استفدت علم علم أكثر واستفاد الناس مني علم أكثر. فذهب إلى ذلك المكان ودرس على يد الإمام أبو المعالي الجويني. طبعا لمن درس عليه، درس عليه من ضمن كتبه، ما درس عليه، درس عليه كتاب عظيم جدا حقيقة، أحد أعظم 4 كتب في أصول الفقه، ومنها تفرع يعني الكتب المتأخرة من علوم علم الأصول، علم أصول الفقه، اللي هو كتاب البرهان. كتاب البرهان للإمام الجويني كتاب عظيم جدا لمن يقرأه. الإمام الغزالي قام بتلخيصه وتهذيبه وإضافة شغلات عليه وسماه المنخول، يعني كأنه نخل البرهان وشو حط لنا زبدته في كتابه المنخول. فلما انه قرأوا إمام الحرمين الجويني، وكان إمام الحرمين مجتهد، يعني أكثر ما قال عنه أنه مجتهد مطلق، كان من العلماء الكبار الكبار الكبار،
قال للإمام الغزالي: دفنتني حيا، هل انتظرت بعد موتي؟ بس قرأ الكتاب حكى خلص. هذا الأمامي ماله؟ يبدو أنه نبغ وبرع وعلى قدر ودرجة كبيرة حتى فاقني في علمه، في علمه وقدره. لذلك الإمام الغزالي سبحان الله لم ينال العلم بالتمني، ولكن نالها بالجد وبالتعب والمبادرة وبقوة الفراسة وبالجلد والصبر على 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 الذات. حتى قال عنه الإمام الحرمين الجويني، يقول: الغزالي بحر مغدق. الغزالي بحر مغدق، بحر في كل العلوم. الإمام الغزالي إله بتقرأ له، إله في التفسير مع أنه لم يعني ما وصلنا، إله في الفقه كتب عظيمة جدا، له البسيط لم يصلنا لضخامة حجمه. اختصروا في الوسيط 4 مجلدات، كل مجلد حوالي 600 صفحة. اختصروا في الوجيز ثم في الخلاصة. له في أصول الفقه أكثر من كتاب، أهمها المستصفى من أعظم كتب الأصول. أنا لخصته وهذبته في كتاب سميته المصفى من المستصفى، عسى رب العزة جل وعلا أن يخرجه في أسرع وقت بإذن الله. له كتاب قلنا عنه المنخول، له في العقيدة عدة كتب، منها كتاب عظيم جدا اسمه الاقتصاد في الاعتقاد. له حقيقة كتاب عظيم جدا اسمه كتاب إحياء علوم الدين، وهذا إحياء علوم الدين بده كلام لحاله، ندوة أو محاضرة. هذا الكتاب من كثر ما هو عظيم قيل عنه من لم يقرأ الإحياء، إحياء علوم الدين، فليس من الأحياء. يعني هو مش من الأحياء، من الأموات. من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. اللي ما قرأ إحياء علوم الدين ليس من الأحياء. حتى قال قائلهم، يعني مقولة لطيفة، قال: بيع اللحى واشتري الإحياء، بيع اللحية واشتري الإحياء، بيع اللحية واشتري اللحية. ليس المراد بيع اللحية الواحد ينزع لحيته ويبيعها، لكن المراد حقيقة أنه اللحية شعار ديني. هذا الشعار الديني مهما كان، سواء قلنا أنه سني وحلقه مكروه في المعتمد عند الشافعية، أو قلنا حلقه مكروه عند الجمهور. الآن اللحية حقيقة مهما كان حكمها، سواء قلنا بالفرضية أو قلنا بالسنية، العلم هو أعظم حقيقة من هذه الشعيرة. هذا باب بيع اللحية واشتري اللحية واشتري اللحية. قد يقول قائل: ما هذه المقولة الغريبة؟ هذا قصد القائل والله تعالى أعلم. الإمام الغزالي عام 484، يعني كان عمره 34 سنة، أصبح مدرس في المدرسة النظامية. بتعرف شو يعني نظامية؟ نظامية يعني تحكي عن أكبر جامعة إسلامية في القرن الخامس. أكبر جامعة إسلامية في القرن الخامس النظامية، عمره 34 سنة كان بيدرس فيها. طبعا وصل 34 سنة بيدرس فيها حقيقة شيء عظيم. طبعا ما وصلها بالواسطات والمحسوبيات، لا، لوصول لها قصة خلاصتها أنه كان لنظام الملك كان له مجلس ضخم يحتف بكبار العلماء، فذهب وجلس به وأخذ يسألونه ويتكلم ويجادل ويناظر ويفحم كل العلماء موجودين، فأفحم كل الموجودين، فحتى أعجب به أعجب به إعجاب كبير نظام الملك، وأثبت جدارته بين عدد ضخم من العلماء، فتبوأ منصب أن يدرس في المدرسة النظامية في بغداد. الإمام الغزالي حقيقة كان رجل يحب التجديد ويحب التغيير، وكان دائما يحب أن يراجع نفسه. هل يا ترى سيري وطريقي على حق ولا على باطل؟ الإنسان سبحان الله، الإنسان فينا سمي إنسانا من النسيان، سمي إنسانا من النسيان، أحيانا بنسى الغفلة. لذلك الله عز وجل ركز كثيرا في كتابه على فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمن. الإمام الغزالي لم يكن من الغافلين، وكان من النابهين المتنبهين. لذلك وجد أنه من الضروري أن يراجع حياته، وهذا ما فعل فعلا. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الشطر الأول من ندوتنا في حديثنا عن لطائف أو وقفات أو إنارات حول الإمام الغزالي، والشطر الآخر سنتحدث فيه عن موضوع فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وأن الإمام الغزالي لم يكن غافلا. فما فعل الإمام الغزالي عند أوبته وعند رجعته؟ وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.